أعرف أنه بعض الجهات عندما كان السيد الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب رادت تقاضيه وترفع عليه دعوة في المحكمة الاتحادية بداعي الإضرار بالمال العام. زين السيد المندلاوي وجه بمدونة بتفعيل مدونة السلوك النيابي، هي موجودة بالدورة الثالثة. من كان السيد دكتور سليم الجبوري ودكتور همام حمودي في وقتها أنتجوا مدونة السلوك وخلوها لمجلس النواب في داخل مجلس النواب. المشكلة مو بمدونة السلوك، أنا لما أضرب القانون اللي هو فوق مدونة السلوك، قانون مجلس النواب وتشكيلاته جاي ينظروا، فشنو بعد مدونة السلوك؟ يعني بعد راح الصد من هذا الموضوع قطعا.